في مشاعر يخيم الحزن عليها، انطلقت مراسم تشييع الشهيد الطفل عادل إبراهيم داود 14 عاما من مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية إلى منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه. هذول عصابات إجرامية بسلكت أولادنا واغتصاب أراضينا، وممنوع أنت يعني تقاتب بأي حركة، وممنوع تدافع عن حقك، وإحنا هذا حق شرعي، لازم أي إنسان مثل هيك أرضه مغتصبة يدافع عن حاله، عن أرضه، عن أقصاه، عن فلسطين كلها. طفل 14 سنة شو الخطر اللي بشكله يعني؟ والسؤال هم مجاوب حاله يعني لحاله، طفل مثل هذا شو بده أشكل خطر؟ يعني حامل مقابل دبابة في مدفع أعزل في ديه، ولو حتى كان براجد أو في حجار يعني شو بده يشكل خطر؟ وفي موكب مهيب وحشد جماهيري كبير شيع أبناء شعبنا في محافظة قلقيلية جثمان الشهيد الطفل، مرددين الشعارات المنددة بهذه الجريمة النكراء. أطفالنا واستشهادهم سيكونوا وقودا للمقاومة، لمقاومة الشعب الفلسطيني لهذا المحتل، ولن يكونوا وقودا لانتخابات احتلالية، فالاحتلال يقود الآن الانتخابات على حساب الدم الفلسطيني. نقول لهذا العالم عليك أن تصحى إن كان لك ضمير لتقف هذه الآلة العسكرية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يقاوم بالحجر، فتحية إلى كل الشهداء. الطفل عادل داود الذي أطلقت قوات الاحتلال النار على رأسه خلال مواجهات بسيطة في المنطقة الجنوبية للمدينة، له شقيق مصاب، وعمه عميد أسرى محافظة قلقيلية محمد داود أبو غازي الذي أمضى 35 سنة من عمره في سجون الاحتلال، لم يرى ابن أخيه إلا اليوم شهيدا يوارى الثرى. طفل بعمر 14 عاما ادعى الاحتلال أنه إرهابي وأنه شكل خطرا على حياة جنوده المدججين بالسلاح، فأطلقوا الرصاص على رأسه ليرتقي شهيدا. هذا هو الاحتلال، وهذه حياة أطفال أبناء شعبنا. من مدينة قلقيلية أحمد شاور، تلفزيون فلسطين.